الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على الخلق. الحمد لله على الإسلام. الحمد لله على القرآن. الحمد لله على كل شيء. والحمد لله ملء كل شيء. والحمد لله على ما أحصى كتابه. والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. نصح لأمة وبلغ لها لم يترك خيرا إلا ودلها عليه ولم يترك شرا إلا وحذرها منه. كان حريصا على أمته صلى الله عليه وسلم. أدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ولم يتركهم سدى، بل أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. ولا تقوم السماوات والأرض إلا بما أنزل الله عز وجل من دين. قال ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أي أن الفساد يطرأ على السماوات وعلى الأرض بسبب ذنوب العباد. ولن تستقيم لهم السماوات والأرض ولن تستقيم لهم الدنيا إلا بشرع الله عز وجل وبدين الله عز وجل. وعلى قدر التغيير والتبديل يكون الفساد في الأرض. على قدر التغيير في دين الله وعلى قدر التغيير والتبديل والتحريف لشرع الله والبعد عن تطبيق منهج الله تكون الفتن ويكثر الفساد وتنتشر الآفات في السماوات وفي الأرض. أي أننا بذنوبنا وببعدنا عن شرع الله عز وجل قد نحرم الخير من السماء، قد نحرم المطر، وأي رزق ينزل إلينا من السماء برحمة من الله عز وجل يمسكه عنا بذنوبنا. والخير الذي يخرج من الأرض أيضا قد نحرمه بذنوبنا. هذه حقيقة قرآنية كونية واضحة في كثير من آيات الله عز وجل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. على قدر التغيير والتبديل والبعد والتحريف عن شرع الله يكون الفساد في الأرض. فإذا نظرت إلى أي موطن فساد وفتن فاعلم أن هناك ابتعاد عن شرع الله عز وجل. لذلك كانت الجريمة العظمى التي يرتكبها أي إنسان على وجه الأرض هو إبعاد الناس عن دين الله عز وجل. الجريمة الكبرى التي يرتكبها أي إنسان على وجه الأرض هي الصد عن سبيل الله، لأنه بهذا لا يفسد فقط في هذا الشخص الذي منعه عن الدين، ولكنه بهذا الفعل يفسد في السماوات والأرض. لو أن إنسان منع شخص أو مجموعة من الناس من شيء من الدين، هذه الجريمة التي قد يظنها صغيرة هي عند الله عظيمة، وهي في الكون كبيرة، وأثرها قد يمتد لسنين بمنع لشيء من دين الله عز وجل. لذلك أكبر الكبائر كما ذكر في كثير من الآيات وأنها لها عذاب منصوص الصد عن سبيل الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا
فوق العذاب. لهم عذاب مخصوص بما كانوا يفسدون. سورة النحل. ليه عذاب زيادة؟ عذاب الكفر عذاب، وعذاب الصد عن سبيل الله عذاب آخر. يعني اللي هيكفر له عذاب، اللي هيكفر بينه وبين نفسه ولا يصد الناس عن الدين وإن كان مفسدا في الأرض له عذاب. لكن الذي يضيف إلى الكفر الصد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، عذاب مخصوص للصد عن سبيل الله. يقول الله عز وجل: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. سورة هود. شوف قول الله عز وجل: أولئك يضاعف لهم العذاب. ليه العذاب مضاعف؟ هو كافر، لكن ضم إلى الكفر الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الصاد عن السبيل لو عذاب إضافي. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قالوا عذاب جهنم للكفر، طب عذاب الحريق؟ ما هي جهنم هي الحريق. قالوا: لا لا، عذاب الحريق عذاب مخصوص للصادين عن سبيل الله عز وجل، عذاب إضافة يضاف للصاد عن سبيل الله عز وجل. حتى لو كان هذا الذي يصد عن سبيل الله من المؤمنين، هو ممكن إنسان مؤمن يعمل الصالحات يصد عن سبيل الله، نعم بأخلاقه وأفعاله وله عذاب عظيم، نعم. قل الله عز وجل في سورة النحل: ولا تتخذ أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدما بعد عبادتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. خطاب هنا للمؤمنين. تخيل يخاطب الله عز وجل أهل الإيمان يقول لهم: إياكم ونقض العهود والمواثيق مع الناس، إياك أنك تستعمل اليمين القسم خدعة تغش بها الناس وتضحك بها على الناس، إياك أنك تستغل سبت الدين للضحك على الناس. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. أي مكاسب دنيوية أخروية تخسر فتزل قدما بعد ثبوتها، لن تتحقق لك قدم بعد ثبوتها. مش بس كده، مش هتخسر اللي انت عايزه. وتذوق السوء بسبب ايه؟ احنا اهل ايمان، بسبب الصد عن سبيل. يعني قد يكون من اهل المسجد من يتسبب باخلاقه مع الناس لمنع الناس من دخول المسجد، قد يكون من قارئ القران ان يصد الناس عن قراءه القران، قد يكون من الداعين الى الله من يصد الناس عن الاقبال الى الله باخلاقهم وافعالهم ونقضهم بالعهود والمواثيق. هذا له عذاب عظيم، في حين ان كلمه عذاب عظيم في الغالب لا تاتي في القران الا مع المشركين. العذاب العظيم في غالب القران لا يكون الا لاهل الشرك، فكانه سوف ينالهم يوم القيامه جزء من عذاب اهل الشرك بسبب الصد عن سبيل الله، حتى لو كان من اهل الايمان، بل حتى لو كان من العاملين لدين الله عز وجل. احبتي في الله، الامر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم شبشب اللي بيغير دين شخص كانه يشوش خلقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد على الفطره، ما من مولود الا ويولد على الفطره، فابواه اما يحمدانه او ينصرانه او يمجسانه. فقال: كما ترون البهيمة تنتج جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعون؟ نعم. البهيمة لما بتولد
الابن بتاعها كامل، مفيش واحده تنزل ودنها مقطوعه. انتوا اللي تعملوا فيها كده. من اخلاق اهل الشرك انهم كانوا احيانا يجمعون الاذن. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اي محاوله لتغيير دين الشخص كانه بيشوش الاذن، كانه بيطعن ودنه، او بيقطع يده، او بيقطع رجله، او بيقطع بطنه. ده التغيير في الدين، صد عن سبيل الله، فت الناس عن دين الله عز وجل. ذلك حديث عجيب جدا. فحتى لما قرأ هذا الحديث ويعلم لما وقف معاه تعجب. قل النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه في زيادة البخاري ما عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف أربعين. قال الإمام قال أبو بكر لا أدري أن قال أربعين يوما أم شهرا أم سنة. وإن كان في رواية في الدماج وابن حبان لكن ضعف بعض أهل العلم إن كان أن يقف له 100 سنة. بعضهم أسر رواية قال المعنى 40 سنة. أيا كان المعنى تخيل عشان ما تأديش قدام واحد يصلي، عشان ما تقطعش عليه صلاة، عشان ما تقطعش الصلة التي بينه وبين ربه، حتى لا تفسد عليه صلاة واحدة. الأولى ليك أن تظل تقف ولو 40 سنة. إيه في الدنيا يستاهل إنك تعطل حياتك 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة؟ إيه في الدنيا يستحق إنك تظل واقف على أقل الاحتمالات 40 يوم؟ شوف عظم أولاً قدر الصلاة، ثانيا شوف عظم جريمة قطع الصلاة فرض وصلاة واحدة. يعني الأولى إن الدنيا تقف 40 سنة أو شهر أو يوم عشان هو بس لا تقطع عليه الصلاة. أمال الأنظمة توضع لمنع الصلاة أصلا، دي جريمة كبيرة أساسا. هذه جريمة أيا كان يقصد أو لا يقصد، إجبار الشخص لأجل تسعى في عمل بأداء الصلاة ولا يسلم الثمن في باله، وإلا يعتبر خائن للأمانة لو راح يصلي. تخيل يقول لك الدنيا أنت حياتك تقف 40 سنة أو شهر أو يوم لغاية لما يخلص الصلاة. يعني لو هيفضل يصلي 40 يوم تدخل وقت. طب أنت وراك صلاة مش مهم، لأن إثم قطع صلاة المصلي عظيم. تحسبونه هو هنا ومعه مجرد إن أنت قطعت صلاة واحد. أمال الأنظمة اللي تكبر الناس على أشياء لا يريدونها من الدين وفي غير الصلاة، ده العقاب الصدع السبيل ده يبقى في كل من ساعد على العذاب. شوف العذاب يعني عظم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن. تذكر أكثر من رواية أشارها النبي صلى الله عليه وسلم كان في اعتكاف والصحابة بيصلوا قيام ليل. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم السر، قال ألا إلا كلكم يناجي ربه، ألا فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن يجهر الرجل بالقرآن لئلا يشوش على الناس. يعني أنت قاعد في المسجد، بتقرأ قرآن، لو في واحد بيصلي وأنت عليك صوت ولا وشت عليك الصلاة تأثر. ده بالقرآن. التشويش على المصلي بالقرآن يأثر. تخيل مجرد أنك صرفت عن التركيز في الصلاة بالقرآن وأنت قاعد في المسجد تأثر. وما اللي بيشوش على المصلين؟ بأنه بيعبي عن راسه كثير من الصور والأفلام والمسلسلات والأغاني فلا يستطيع أن يخشع. ده اسمه عظمة ربنا. يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. هو ما بيشعش لو بيحب بس شعور قلبي لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لذلك ختام الآية: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي إن الله يعلم من الذي يحب أن تشيع الفاحشة. مين؟ لأن هنا ولم يبدو
يعني لسه ما انتجش فيلم وما اخرجش افلام لازم صرف ناس عن الدين او قعد يفكر ويكلم، لا هو مجرد انه احب ان الفاحشه تبقى منتشره بين الناس واحب ذلك، ده له عذاب اليم في الدنيا والاخره. صرف الناس عن جزء من الدين اسمه عظيم عند الله عز وجل. قول ضربت مثال ابسط اشياء لازم نعتبرها بسيطة. ان انا شوشت على شخص بالقران او ان انا مريت بين هذا الشخص، ذلك عدى بعض العلماء لو مصلي اتخذ ستر وانت كان يسعى المرور من غير مكان من امامي، دي من الكبائر عدها بعض العلماء من الكبائر. ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو سعيد المشهور انه كان بيصلي ابو سعيد الخدري فمر شاب من امامه فدفع فاراد ان يمر مره اخرى فدفع بعضا من الوجه فتعجب الشاب، شاب وصول كده استغرب عايز ايه، فتعجب الشاب فراح اشتكى لمروان بن الحكم الخليفه، راح اشتكى ابو سعيد فقال يا ابا سعيد ما لك وابن اخيك، في الموضوع كبير استدعاء مالك مالك، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتخذ احدكم سترا ومر احدهم ومر احدهم بين يديه فليدفع فان عاد فليقاتل فانما هو شيطان في زياده ما عمل شيطان. شوف ما تسمحش لحد يقطع عليك صلاتك، ما تسمحش لحد يقطع عليك دينك، ما تسمحش ان حد يفتنك في دينك، فليدافعه فان عاد فليقاتله، ده عاد لو عايز يعدي بس لا لا، فانما هو شيطان. كل من يريد ان يقطع عليك صلاتك او دينك او قرانك او علمك فانما هو شيطان، حتى لو كان لا يقصد. يعني الشاب هنا مش عارف الحكم فدفعه ابو سعيد رضي الله عنه. إذا هذه القضية الصد عن سبيل الله قد يقع فيها المسلم، الإنسان تكون على حد وحد. هل الإنسان في أخلاقه للناس بيصد عن سبيل الله؟ هل الإنسان المعروف عنه من أهل المسجد يصد الناس عن المسجد بأخلاقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حريص على رحمة للعالمين، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل الناس يكسروا الحواجز التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وان يتكلموا معه وان يخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما في صدورهم. لما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم شاب يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا، معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع انه يكسر هذا الحاجز الذي احيانا نضعه بيننا وبين الناس. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متكي ودخل عليه ابو بكر فقضى عليه حاجته وخرج، ثم دخل عمر قضى عليه حاجته وخرج، فدخل عثمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجة عثمان، فومن عائشة صلى الله عليه وسلم دخل ابو بكر فلم تقم ودخل عمر فلم تقم، ثم لما دخل عثمان قم فقال يا عائشة إني خشيت ألا يبلغ إلي في حاجتك، إنه يبقى نفسه يقول حاجة بس يكسف لما يلاقيني قاعد معاكي ونايم كده يكسف يتكلم، فأقول له عايز إيه؟ لا مفيش، خلاص مرة ثانية. مجرد بس ألا يبلغ إلي في حاجتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل من كده صلى الله عليه وسلم، بعد ما كان متكي تجد بعض الروايات كان مكشوف عن ساقيه فغطى ساقه الشريف صلى الله عليه وسلم. مجرد بس حتى الا يبلغ الا يبلغ. كم من اخطاء نفعلها نصد بها الناس عن دين الله عز وجل، ونفتن بها الناس عن الدخول الى المساجد، ونبعدهم عن طريق الله عز وجل. وكما قلت قال الله عز وجل وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب. لكن احبتي في الله، اذا هذا التفصيل في القرآن والسنة يبين عظم هذه الكبيرة. ولكن كيف يكون المؤمن على حذر من الصد عن سبيل الله؟ عرف ازاي؟
كيف يتبين سبل الصلاة؟ طبعا سبل الصلاة على سبيل كثيرة، يعني بين القرآن والسنة بين لنا أن أهل الباطل لم يتركوا ولن يتركوا طريقا للصد عن سبيل الله إلا وبعد. قال شعيب: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عليه. قوم شعيب قسموا كل الطرق المؤدية إلى شعيب عشان ما فيش ولا طريق يؤدي إلى شعيب، سواء طريق حسي أو طريق معنوي، إلا ويسوي. ولا تقعدوا بكل صراط بيعملوا إيه؟ توعدوا يخوفوا الناس إن هم يسلموا. كان قوم شعيب عاملين رهر، اللي هيفكر إنه يسلم مع شعيب هيكون عقابه كذا وكذا وكذا، فكان الناس يخافون. تخيل واحد أهل مكة أيام النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعث ورايح النبي صلى الله عليه وسلم، فلا واحد متعز فبيسأل هو متعز بس هو آمن 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 محمد، وعليه لا واحد صخرة على ظهره في الحرب، واحد يضرب بالسياط حتى في حفر في ظهره من الضرب، واحدة حبست في الشمس إلى كانت تموت عطش، واحدة طعنة في فرجها. هو رايح وقال النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد في المشاهد، هو الناس دي بتعمل كده ليه؟ بس دول آمنوا بمحمد. هذا من الصدق. ويقول لك لو كلمتوش ما هو عايز يعذره. طب ما هذا من الصدق. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون خوفهم وتصدون. في ناس ما تخافش وهيقع لها. هيمنعوا بالعون. لما ما ينفعش معاه التخويف هيستعمل معاه التخويف. توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. عايزينها معونة وتبغونها عيونة. ولكن أهل الإيمان ثابتون يعلمون أنهم على الحق من ربهم وأنهم على بينة من ربهم وأنه لا بد من فتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بيننا. الإنسان أحيانا يفتن ببعض الناس، يعني زي ما في ناس إن أهل الدين وأهل الدعوة وأهل المسجد يصدون الناس عن الدين بأخلاقهم، كذلك في ناهي إن أنت تفتن في هذه الأخلاق جاي لهم منهم. طب افرض في أخلاق بعض المسلمين وبعض العاملين عن دين الله بتصد عن سبيل الله، هل ده عذر ليك أمام الله؟ هل ده عذر؟ ربنا يقول لك ما بتصليش ليه؟ يقول لك تقول له يا رب أنا دخلت في مرة أصلي الجزمة بتاعتي اتسرقت فبيصلوا حرمتها فما عدتش. ربنا يقول لك ما بتلتزمش بسنة النبي ليه؟ تقول له يا رب أصل أنا اتعاملت مع اللي بيلتزموا بالسنة لقيتهم نصابين، هل ده عذر أمام الله؟ أنت مش عذر. وإن كان هيقال وإبليس رد وقال أنا خير مني ما ينفعش أسجد له، هذه الأعذار ستقال، ولكن ليست مقبولة عند الله عز وجل. ليس كل عذر يقبل عند الله عز وجل. في ناهية أن أنت تفتن بأخلاق المسلمين اللي هتصدك عن السبيل، ده ابتلاء ده فتنة. هل أتيت تريد وجه الله؟ يعني أنت جاي ليه؟ جاي لله؟ اصبر. سيدنا سلمان الفارسي في رحلة البحث عن الحقيقة وعن الدين الحق، أول واحد التقى به بعد ما ساب المجوس وعصبان النار وكان يعني من ابن ملك من الملوك، فلم يرد الدنيا لكن عايز الدين الحقيقي. فدلوه الناس على راهب عابد من عباد النصارى، فراح لازم هذا الرجل، فاكتشف ان الرجل نصاب، اكتشف ان الرجل بيكلم الناس في الصدقات، في ناس بتطلع الصدقات والزكاه وهو واخدها هو ويعمل شويله من الدهن. سيدنا سلمان اتصرف يعني هو سايب ومهاجر وسايب ابوه وسايب القصور، وكان هو هيبقى خادم النار الاله بتاعهم، سايب كل ده ويبحث عن الدين. اول واحد بقى اعلم لما سال قال دلوني على اعلم اهل الارض، او قال في روايه اين اصل هذا الدين؟ مين اللي عنده اصل الدين كله؟ فدلوه الناس على رجل
فلزم سلمان الى ان مات. ثم بعد ان مات قام وقال: ايها الناس، ان صاحبكم كان رجل سوء. قالوا: كيف تقول ذلك؟ فدلاه على اماكن الذهب اللي كان بيخزنها. ثم سال عن اخر وسال عن اخر وسال عن اخر حتى وصل الى المدينه. لم يصد هذا الخلق بل هذا عن المدينه، هذا لا شيء بيتي واصلي وابويا انا راجع مش مكمل قد يعذره بعض الناس لكن ربه لا يعلم. يعني اللي جاء يطلب رضا الله هذه الاخلاق لا تصد، هذه الافعال لا تصد، وتعميم الخطا من الخطا، تعميم الخطا من الخطا. احنا كده نيجي تقول خلاص يبقى كل يجي بقى تخيل لو سيدنا سلمان عدى يرجع يقول اصل كلهم كده زي كبير وفي الاثر أفرى فرى يعني أكثر كذكة يكذبها إنسان، أكثر فرية يفتريها إنسان، أفرى الفرى أن يهجو الشاعر القبيل بأكمله. أفرى الفرى أن يهجو الشاعر، لما يجي واحد يجيب لطيف حد يقول أصل كلهم كده، سواء قبيلة أو مجموعة أو دعوة، أن يقول كلهم نصابين، كلهم حرامين، كلهم تأكذب الكبير. وما يدريك بتعمل ليه؟ كل السنين نصابين، كل اللي بيصلوا في المسجد طلعوا حرام، انا ما قلتش مصلي. هذا التعميم من اكذب الكبير، هذا بلاء، فتنه وضعت له في الطريق، وله عذاب عظيم، ويذوق السوء في الدنيا قبل الاخره، الصد عن السبيل. ولكن انت ايضا تاسف، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ربنا جعلنا لبعض فتنة أتصبرون؟ نصبر يا رب ونسألك الثبات والعون. فلازم الإنسان يصبر ويصابر ويجاهد حتى ينجيه الله عز وجل من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله، كما قلنا الصاص عن السبيل حتى لو كان من اهل الايمان له عذاب يضاعف، يضاعف لهم العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله حتى لو كان من اهل الايمان، بل مجرد قطع صلاه فرض لو كان كما قلت اتخذ يصلي الصبح وهو لا يجد ممدوحا الا وكان امامه ممدوحا ويامر بعيدا عنه، هذه من الكبائر. مجرد قطع الصلاه صلاه انسان هذه كبيره عند الله عز وجل. وانت ايضا مطالب ان تدفعه، مش اي حد يقطع عليك تترك ولكن احبتي في الله قد يكون الصد عن سبيل الله من نوع اخر تماما. في أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحبل من رمهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين آمنوا كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ده الكافر اللي بيصد عن سبيل الله بالسيف وبالقوه. في نوع اخر من الصادين عن سبيل الله ولكن ليس بالسيف، بالكلام. يقول الله عز وجل في نفس السوره: ومنهم مستخبين مش باينين، منهم اي من الصادين الذين لا يضرون للناس، ومنهم من يستمع اليه. اذا واحد بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم، مش منهم من يسمع اليك، منهم من ايه؟ من يستمع. ده واحد قاعد مركز، يعني انت لو دخلت كده مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه قاعد لابس الثياب بقى البيضاء ومعلم وانا ولا لا معاه ينصب يقول ايه ده؟ طالب علم مجتهد. ومنهم من يستمع اليك
حتى إذا يعني فضل من أول المجلس لآخره قاعد يسمع قاعد يستمع مش يسمع تنبهر بيه ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرج يجي لحظة الخروج يبدأ يشتغل حتى إذا خرج من عنده يقف بقى قدام المجلس ويسوى الصحابة قالوا الذين أوتوا العلم يروح يسمع من أهل العلم قدام الناس يقول ماذا قال خالف هو كان بيقول لماذا يسأل هذا السؤال للمنافق اللي كان قاعد بيمثل انه قاعد بيستمع للنبي صلى الله عليه وسلم ليه بيسأل أهل العلم يقول له ماذا قال أهل العلم لماذا هذا السؤال اختلف أهل العلم لماذا هذا السؤال وهذا يدل ان نوايا كثيره تظهر مع مدار الزمان بمعنى قد يكون برنامج اسئله في الدين لاجل فتنه الناس على الدين قد يقام برنامج ويستضاف عالم يسال في الدين لاجل ان يفتنوا الناس عن الدين اتفق اهل العلم ان ماذا قال انفا سؤال من المنافقين لاهل العلم ومن الأهم الأسباب فتنة الناس على الدين. يعني أنا عايزك تتخيل معايا المشهد واحد قعد مع مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان مركز من الأول للآخر ولما خرج ما سألش أي حد سأل أهل العلم عن ماذا قال عليه وسلم وده كان سؤال فتنة والصد عن سلام ومنهم أي من الصمتين زي ما جيت أول سورة الذين كفروا وصدوا عن سلام يعني أنت قد تشاهد برنامج بيستضيف أحد أهل العلم وبيتسأل أسئلة ليس الغرض منها معرفة الحق إذن هذا يحتاج إلى حفظ إنسان يكون على بينة وينظر عمن يأخذ هذا الدين انظروا عمن تأخذون دينكم إن هذا الأمر دين تأخذ الدين منين لازم تتبين وتبحث وتتحرر قال الذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا وقال إيه قيل قالوا الكلام ده عشان عايزين يقولوا للناس إن الكلام ده ملوش أي قيمة إيه ده كلام يتقال يعني ده الكلام اللي طالعين بيقولوا ماذا قال أنفا واحد بيقول إيه أسلوب استهزاء على أي كلام لأهل الدين أي خطاب لأهل الدين يقعد يستهزء بيه أيا كان نوع الاستهزاء يقول ده منظر كلام وهي دي فتوى مش رد علم مش رد على الفتوى رد علم يقول المسألة كذا والرد العلمي لا استهزاء ماذا قال آنفا وفي قراءة ماذا قال آنفا اللي بيسأل السؤال ده بيسأله هو متكبر ده كلام هو دين أيوة فين بقى الدين ما يقولش لكن هو يستهزئ ويسخر ويتكبر على أهل الدين حتى يحطم الرموز ويحطم الرموز عند أهل العلم راح يسأل الذين أوتوا العلم شوف خوف المنافق سورة محمد قبلها ببعض السور سورة فصلت سورة فصلت الكفار قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن الكفار الكبار خايفين على الكفار الصغيرين يعني اللي لسه ما بلغوش العتوم في الشرك فيقول له ما تسمعش مش لا تستمعوا الى هذا القران لا مجرد السماع يعني لو انت عارف ان في مكان بيتقرب انا ما تعديش من جنبه ايا كان القارئ ما قالوش لا تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسمعوا لهذا القران يعني لو بيت ابو بكر الصديق لو عديت بيه لا تسمع القران قول ليه ما تعديش من هناك دي منطقه حرب ما تعديش عشان ما تشتغلش في سورة محمد اكتشف ان الاسلوب ده مش مين ان الناس ما بتقومش فقالوا طيب خلاص خليكم انتوا ما تطوش واحنا كل واحد يروح يستمع ونشوف لكم ايه الموضوع فيروح يمثل انه بيستمع ومنهم من يستمع حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال اولئك الذين طبع الله على قلبهم واحد بيستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بل يشكك ده عليه طبع والعياذ بالله ده طبع طبع على قلبه
واتبع أهواءهم، لأنهم من الأول جاي عشان يتبع أهواءهم، مش جاي بحث عن الحق، واتبع أهواءهم. إذا قد تكون مجرد الأسئلة في الدين لأجل الفتنة. هذا ما يحمل الآن ينشر بين الناس ومن كثير من الشباب تشكيك في أصل الدين، في أن الإسلام هو دين الحق، في أن الإسلام هو دين الخاتم، في أن الإسلام هو الدين الأوحد الحق، في أن الإسلام هو الرسالة العالمية للأرض ولا دين غيره الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. يشكك في هذه الحقائق. بداية دائما يشكك الناس أنه مجرد دين من وسط الأديان، واللي عايز يعيد عادة عايز يعيد كأنها اختيارات، وكأن التنقل هو عادي تنقل من دين إلى دين، مع أن الصحابة سموه مرتد وكافر وعقوبته القتل. تشكيك في هذه الأصول، أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء برسالة عالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين نذيرا وللعالم أجمع نذيرا. واختبط القرآن لأهل الكتاب بالدعوة للعالم. طب لما هم على دين القرآن بيخاطبهم ليه؟ عشان يعودوا للحق. طب ولما هم على دين الحق القرآن بيخاطبهم ليه؟ إنهم يتوبوا، ويقول لهم قد جاءكم رسول من ربكم، جالكوا رسول. طب هو جالهم رسول ليه؟ طب لما هم على دين حق الرسول جالهم ليه؟ خطابات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، كل هذه الخطابات الأمر لا يسعى نفسها كل هذه الخطابات. طب لما هو مجرد تشكيك في الأصول عن طريق الأسئلة، ثم لا تأتي إجابة ولا ينتظر أن يسمع يجيب شيخ ويقعد يسأل أو يعمل له ضغط نفسه ويسوي انت بتفكر كذا، انت بتعمل كذا، انت بتعمل كذا كذا، خلاص والموضوع حلقة خلاص، ويجي فصل ويفتري الناس حتى يؤدي ويعاد الى النهايه الى الالحاد عن طريق التشكيك، عن طريق الاسئله. ماذا قال انفا؟ اسال اهل العلم ماذا قال انفا. اذا احبتي في الله، الصد عن السبيل له طرق كثيره جدا، قد تكون بالقوه، قد تكون معنوية، قد تكون بالتخويف والتهديد، ولا تقعدوا بكل صلاة توعدوا، قد تكون بالتشكيك، قد تكون بالتساؤل لما يتظاهر انه من اهل الدين. كل هذه السبل وغيرها كثير من سبل الصد عن سبيل الله عز وجل. وكما قلت اخطا هذه السبل بالنسبه لاهل الدين اخلاق اهل الدين، اخلاق العاملين، اخلاق المصلين، اخلاق اهل المساجد، هي من أخطر الأشياء التي تصد الناس عن دين الله عز وجل، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فليحذر الإنسان أن يكون من الصادين عن سبيل الله وهو لا يشعر. فليتقي الإنسان أن يصرف الناس عن الدين وهو لا يشعر. قد يفعل ذلك بقراءة القرآن بصوت عالي على مصلي، قد يصد الناس عن الدين بمرور بين يدي المصلي، قد يفعل كبائر وهو لا يشعر. الامر يحتاج الى حذر وحرص على الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف استمره النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل: قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه حريص عليه حريص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه، عايزين نبقى حريصين على الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا نصرة الدين، اللهم استعملنا نصرة الدين، اللهم إنا نعوذ بك أن يكون من الصادين عن سبيل. اللهم عليك بكل ظالم متكبر إلى يوم اليوم الحساب. اللهم عليك بمن يفتنون الناس في دينهم. اللهم استعملنا بنصرة دينك في الأرض، اللهم استعملنا لتستدلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك قوامين، صوامين، شكرين، إليك مخبتين أولين ومنيبين يا رب العالمين. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين، اللهم اصرف عن مصر الفتن وعن سائر بلاد المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن.
اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على أقوى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وانزع الشيطان من بيننا. اللهم انزع شياطين الإنس والجن من بيننا يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وانزع شياطين الإنس والجن من بيننا يا رب العالمين. اللهم اصرف عن مصر والفتن، اللهم اجعلها بلدا آمنا بسخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا يا رب العالمين. اللهم احفظ اعراضنا واحفظ اموالنا واحفظ اولادنا واحفظ نساءنا يا رب العالمين وسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.